السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا طلاب، أشوفكم إن شاء الله بخير. هاليوم إن شاء الله رح نبدأ بالمحاضرة الخامسة للـ Environment and Health. محاضراتنا السابقة أخذنا الـ Air، أخذنا الـ Water، وأخذنا المحاضرة السابقة من هذاك الأسبوع كانت على الـ Noise and Light. هاليوم إن شاء الله رح نبدأ بالـ Medical Entomology. الأوبجكتيف مالتنا أنه لازم نعرف إيش هي الميديكال انتيمولوجي، اللي هي علم الحشرات الطبية. أيضاً ندينتيفاي أنثروب أوف ميديكال إمبورتنس أند إتس ديستينكتيف كاركتر إنيوميريت أنثروب بورن ديزيز. هذه كلش مهم، كل أنثروب لازم تعرفون إيش هي الديزيز اللي تعملها. أيضاً لازم نعرف المود أوف ترانسميشن أوف أنثروب بورن ديزيز، ولازم نعرف الـ Principle of Anthrop Control. نبدي أول شيء بالميديكال انتيمولوجي، التعريف ماله اللي هو is the study of anthrops of medical importance. It's an important branch of preventive medicine. Anthrops comprise the most numerous and varied form of living thing in the environment of man. Some are man's allies helping in fertilization of a flower. يعني بعض من هذه الحشرات راح تكون مفيدة للإنسان وتساعد في تلقيح الأزهار. But majority are either of no use to man or his most dangerous enemies. يعني راح تكون كلش خطرة على حياة الإنسان. نعم. Anthrops destroy mangroves and food reserves. راح تدمر المحاصيل الزراعية ومخازن الطعام. And some which live close to man as act as vector or carrier of disease. قلنا هي راح تأثر على صحة الإنسان، راح تكون تعمل as vector or carrier of disease. هسه نجي الأنثروبس of medical importance. عندنا 3 classes اللي هي الإنسكتا، الأراكيدينا والبروشيا. نبدي بالإنسكتا، أول نوع منها اللي هي الموسكيتو، اللي هي تتضمن لنا 2 types اللي هي الأنوفيلاين والكلوشين. الفلايز تتضمن لنا الهاوس فلاي، ساند فلاي، تيسيتيسي فلاي، and بلاك فلايز. والهيومن لايس اللي هو القمل، عندنا هيد اند بودي لايس، وعندنا الجريب لايس. النوع الرابع من الانسكتا اللي هي الفلي البراغيث، عندنا رات فلي، ساند فلي، وعندنا ايضا ريد فاك باكس. الكلاس الثاني اللي هو الاراكينيدينا، اللي هو عندنا تيك اللي هو القراد، عندنا هارد تيك، سوفت تيك. النوع الثاني اللي هو المايت العث، تشيكرز، اللي هو الليبتروتروبيديوم اند ترومبوكيولويد مايت، وعندنا الاتش مايت. والنوع الثالث، الكلاس الثالث اللي هو الكروشيا، اللي هو من ضمنه السايكلوبس. هذه هي الثلاث كلاسات من الانثروب اوف ميديكال امبورتنس. قلنا الانسكتا والاراكيدينا والكروش، وكل وحده عرفنا الانواع مالتها. نجي هسه على هذا الجدول اللي هو distinctive characteristic of anthrops of medical importance، اللي هي هذه الثري كلاسز اللي هي انسكتا، اراكينايد، كروشيا. البادي ديفيجن بالنسبه للانسكتا عندنا هيد، ثوركس، اند ابدومن. بالنسبه للاركنايد عندنا سيفالو، ثوركس، اند ابدومن. ونفس الشيء للكروشيا، سيفالو، ثوركس، اند ابدومن. عندنا بالنسبه للليكس الانسكتا عندها 3 بيرز، الاركنايد عندها 4 بيرز، الكروشيا عندها 5 بيرز. سوري، الانتيني اللي هي الاستشعارات الهوائيه، الانسكتا عندها 1 بير، الاركنايد والكروشيا ما عندهم. الوينز بالنسبة للإنسكتا 1 or 2 pairs، الأراكنايد والكروشيا 9. Where found؟ الإنسكتا راح تكون موجودة in land، الأراكنايد راح تكون أيضا on land، الكروشيا in water. طلاب بالنسبة لهذا الجدول احتمال يعني هذه الشغلات تجيكم بالMCQ1. عندنا الأنثروب بورن ديزيز، قلنا كل أنثروب والديزيز اللي تعمله. عندنا الموسكيتو راح تعمل لنا الملاريا، فيلاريا، فيرال انسيفالايتس، فيرال فيفر اللي هي الدينغو، فيرال هيموراجيك فيفر. عندنا الهاوس فلاي راح تعمل لنا التايفويد، بارا تايفويد فيفر، دياريا.
dysentery, cholera, gastroenteritis, polio, conjunctivitis, trachoma, anthrax, filament infestation, and amoebiasis. عندنا الساند فلاي راح تعملنا الكالازار, ساند فلاي فيفر, اورينتال سور اللي هي الاورينتال سور اللي هي الليشمانياسس اللي هي حبة بادات نسميها. التي سي تي سي فلاي راح تعمل لنا سليبينج سيكنس. هذه كل انتروبت ديزيز اللي تعملها. نكمل كونتينيو. اللاوس راح تعمل لنا الابيديميك تايفوس, ريلابسينج فيفر, بيديكولوسيس اللي هو القمل. الراتفلي راح تعمل لنا الانديميك تايفوس, البوبونيك بليغ, هيمينولبس اليمنتا. البلاك فلاي راح تعمل لنا اوميكوبيسياسيس. الريد باك باك راح تعمل لنا تشاكس ديزيز. الهارت تيك راح تعمل لنا تيك تايفوس, فيرال انسيفالايتس, فيرال فيفر, فيرال هيموراجيك فيفر, تولارينيا, تيك باراليسيس. السوفت تيك راح تعمل لنا الكيو فيفر, ريلابسينج فيفر, ترومبليكلويد مايت راح تعمل لنا ستيكراب تايفوس, وريكتيسيا بوكس. هذه كل نوع من الانواع الانثروب والديزيز اللي راح تعمل لنا هي. هذه همين ايضا احتمال تجيكم بالام سي كيوات طلاب. نعم, نجي هسه على الاتش مايت كونتينوس راح تعمل لنا السكيبيوس اللي هو الجرب, السايكلوب راح تعمل لنا جينيا ووم ديزيز, وعندنا راح تعمل لنا الفيش تاب وورم, وايضا عندنا كوكريتش راح تعمل لنا الانتريك باثوجين. هسه نجي الترانسميشن اوف انثروم بورن ديزيز. عندنا الدايركت كونتاكت, ميكانيكال كونتاكت, وعندنا البيولوجيكال ترانسميشن اللي هذه راح تكون خاصه يعني موجوده بالانثروم بورن ديزيز. الدايركت كونتاكت اللي هي الانثروب ار دايركتلي ترانسفيرد فروم مان تو مان. برو كلوز كونتاكت اللي هي الكيبيز اند بيديكولوسيس, الجرب والقمل. الميكانيكال ترانسميشن, ذا ديزيز ايجنت از ترانسميتد ميكانيكالي باي انثروب لايك دياريا, ديزنتري, تايفويد, فود بويزنينج, تراخوما. البيولوجيكال ترانسميشن اللي هي هذا النوع الجديد اللي راح يصير عندنا بالانثروب بورن ديزيز, ذا ديزيز ايجنت مالتيبلاي اور اندرجو سم ديفلوبمنتال تشينج with or without multiplication on anthrop host. وعندنا 3 types of biological transmission. The propagative اللي هو راح يصير the disease agent undergo no cyclical change but multiply in body of the vector. الاكزامبل مالتنا plague based line in rat fleas اللي هي راح يصير عندها فقط multiplication بالهوست, ما راح يصير عندها cyclical changes. وقلنا المثال مالتنا اللي هو بليك بيس اللاي الرات فلي. عندنا النوع الثاني اللي هو سايكلو بروباجيتيف اللي راح يصير سايكليكال تشينج اند مالتيبلايز ان ذا بودي اوف ذا انثروب. الاكزامبل مالنا الملاريا باراسايت انوفيلي انوفيلي موسكيتو, يعني الملاريا باراسايت راح تكون موجوده بالهوست اللي هو انوفيلين موسكيتو, راح يصير عنده مسايكليكال تشينجز وراح يصير عنده مالتيبليكيشن بالانوفيلين موسكيتو. السايكلو ديفلوبمنتال راح يصير فقط عنده سايكليكال تشينج بس داز نوت مالتيبلاي ان ذا بودي اوف ذا انثروب. الاكزامبل مالنا الفيلاريا باراسايت انكلوز موسكيتو اند جينيا وورم امبريو ان سايكلوب. هذه هي البيولوجيكال ترانسميشن 3 تايب, عندنا بروبوجيتيف سايكلو بروبوجيتيف وعندنا سايكلو ديفلوبمنتال. كل وحده شرحناها وكل وحده اعطينا المثال عليها, هذه همين مهمه لانه فقط تكون موجوده بالانثروب بورن ديزيز. هسه نكمل. عندنا في الترمينولوجي بالكوميونيكابل ديزيز مثل ما اخذنا بالانفكشوال ديزيز, الفيكتور اللي هو انثروب اور اذر انفرتبريت ويتش ترانسميت انفكشن by inoculation into or through the skin or mucous membrane by biting or by deposit of infective material on skin or in food or other object. يعني الفيكتور هو اللي يكون الوسط الناقل للمرض عن طريق يا اما البايتنج اور باي ديبوزيت اوف انفكتيف ماتيريال اون سكين اور ان فود اور اذر اوبجكت. عندنا التعريف الثاني اللي هو اكسترنسيك انكيوبيشن بيريد اللي هو means the period of time necessary for development of disease agent in the anthropod host, يعني هو الوقت اللي يحتاجه
حتى يصير development of disease بالأنثروب host. In malaria and filaria, the extrinsic incubation period is 10 to 14 days or longer depending on environmental temperature. يعني extrinsic period راح يكون بالملاريا والفيلاريا من 10 إلى 14 يوم وحيعتمد لنا على environmental temperature. هذا همين كلش مهم احتمال يجيكم بالتعاريف بالامتحان. زين نجي الديفينيتيف هوست. ايش معناته الديفينيتيف هوست؟ يعني معناته الهوست اللي يصير بينه سيكشوال سايكل اوف ايجنت، اللي هو ذا هوست ان ويتش ذا سيكشوال سايكل اوف ايجنت اوكر، اللي هي موسكيتو از الديفينيتيف هوست ان ملاريا. عندنا النوع الاخر اللي هو نسميه الانترميديت هوست اللي هو اسيكشوال سايكل، مين ذا هوست ان ويتش ذا اسيكشوال سايكل اوف ذا ايجنت اوكر، اللي هي موسكيتو ان فيلاريا اند سايكل اوف ان جينيا وورم ديزيز. هذه كلش مهمة التعاريف، لازم تعرفون اشنو الديفينيتيف هوست اشنو الانترميديت هوست. الديفينيتيف يعني السيكشوال سايكل السيربينو، الانترميديت اللي هو السيكشوال سايكل اوكر، وكل واحد اعطينا المثال علينا. عندنا الانفستيشن ايش معناتها، اللي هي مين لوجمنت ديفلوبمنت اند ريبرودكشن اوف انثروب اون سيرفيس اوف ذا بودي اور ان ذا كلودينج، اللي هي لاوس انفستيشن. هذا بالنسبة للإنفستيشن اللي هو lodgement, development and reproduction of anthrop on the surface of the body or in the clothing اللي هي louse infestation. الإنفستيشن همين راح يكون خصوصا فقط للأنثروب بورن ديزيز، اللي هو معناها lodgement, development and reproduction of the anthrop on the surface of the body or in the clothing، اللي هي عندنا مثال louse infestation. هسه نجي شرحنا الانواع، شرحنا الكاركترستيك، شرحنا المود اوف ترانسميشن، وعرفنا بعض التعاريف. هسه نجي البرنسيبل اوف كنترول انثروب كنترول. عندنا 5 برنسيبل اللي هي انفايرومنتال كنترول، كيميكال كنترول، بايولوجيكال كنترول، جينيتيك كنترول. سوري هي 4، فإننا قلنا انفايرومنتال كنترول، كيميكال كنترول، biological control and genetic control. ال environmental control اللي نطيق نعمل له manipulation بال environment حتى نمنع حدوث الحشرات، اللي هي it offer the best approach to anthrop control because the result are likely to be permanent. النتائج راح تكون دائمية إذا إحنا عملنا سيطرنا على environment. Example of environmental manipulation اللي هي number one elimination of breeding places source reduction breeding، يعني مكان تكاثر الحشرات اللي هي نعمل source reduction. أيضا filling and drainage operation، carefully planned water management، provision of piped water supply، proper disposal of refuse اللي هي المخلفات، cleanliness in and around houses يعني النظافة داخل and خارج المنازل، همين راح تلعب دور كلش مهم على السيطرة على الحشرات. فهذه هي كلها من ضمن environmental manipulation اللي هي قلنا elimination of breeding places اللي هي source reduction، filling and drainage operation، careful planned water management، provision of piped water supply، a proper disposal of refuse، cleanliness in and around houses. هاي بالنسبة للانفيرومنتال كنترول. نجي على الكيميكال كنترول اللي هو a wide range of insecticides are used for vector control. Vector control by insecticide اللي هي المبيدات الحشرية alone is no longer fully effective because of appeared resistance in more than 100 species of anthrop with public health importance. The dangerous environmental contamination had led to restricted use of most insecticides in some countries. يعني احنا نستخدم صح نستخدم المبيدات الحشرية، بس تأثير على الانفيرومنت راح يكون كلش خطر، لهذا صار عندنا restricted use in most of country. نكمل. To avoid undue environmental pollution، احنا حتى نمنع التأثير الغير مرغوب به للـ environmental pollution by insecticide، it is now considered essential to replace
Gradually, the highly persistent compounds such as DDT with compounds which are readily biodegradable يعني قابلة للتحلل and less toxic to man and animals such as methoxychloral compound يعني احنا المواد اللي تستخدم بالمبيدات الحشرية راح تكون مضرة للانفايرومنت فاحنا حتى يعني نتخلص من الانفايرومنتال بوليوشن راح نقلل الخطورة على الانفايرومنت نستبدل هاي المواد الخطرة مواد اقل خطورة اللي هي راح تكون بايوديجريدبل ولو استخدمت تو مان اند انيمال والمثال عليها ميثوكسي كلورال كومباوند. As there is no alternative control method which is as effective and economical as the insecticide. الانسكتيسايد هي كلش effective economically راح تكون اقتصادية. It is postulated that most of the developing countries will have to depend on organic chlorine compound for control of vector. هاي الorganic chlorine compound راح تكون أقل خطورة على الانفايرومنت فلهذا معظم الكونتري يعتمدوها حتى يسيطرون على الفيكتور of anthropogenic disease. الانسكتيسايد اللي هي المبيدات الحشرية عندنا الأنواع مالتها اللي هي contact poison عندنا stomach poison عندنا fumigant الفيوميجانت اللي هي البخور الكونتاكت بويزنينج عندنا تو تايب اللي هي ناتشرال سينثيتك سينثيتك راح ناخذها بالسلايد القادم الناتشرال اللي هي لايك بريثريوم سوري بريثيوم روتوزون ديريس نيكوتين مينرال اويل السينثيتك هسه راح ناخذها بالسلايد القادم ان شاء الله الستومك بويزنينج اللي هي باريس جرين صوديوم فلورايد الفيوميجانت البخور اللي هي هيدروجين سيانايد ميثايل بروميد سلفر دايوكسيد كربون دايسلفيد احنا قلنا الكونتاكت بويزنينج اللي هي ناتشرال السينثيتك السينثيتك اللي هي اورجانو كلورين كومباوند عندنا اورجانو فوسفورات انسكتيسايد وعندنا الكارباميت الاورجانو كلورين كومباوند اللي قلنا معظم الدول هسه تستخدمها اللي هي دي تي تي ميثوكسي كلورال اتش تي اتش اللي هي لندين كلوريدين هيبتاكلور ديليدرين اليدرين توكسافين كيبون مايريكس كلها بالنسبة لهاي المصطلحات يعني كل واحدة اغيد تحفظه مثال او مثالين لا اكثر يعني لا كل هاي لانه ما هذه كان مهمة لكم بالنسبة لكم السينثيتيك اللي هي اورجانو فوسفورس انسكتيسايد قلنا تحفظون اثنين فقط الكاربميت نفس الشيء الكاربيل دايميثيلين بروبلانان بروبوكسور السينثيتيك بريثرويد اللي هي ريميثيدرين بايوسيترمين اند بايوثرين احنا قلنا كل وحده اذا حفظتم الكمثال هذا هو يكفي لانه ما كلش مهمه بالنسبه لكم المهم بس تعرفون اكو الكونتاكت بويزنينج عندنا ناتشرال وعندنا سينثيتيك والانواع مالتها مثل ما قلناها عندنا ستومك بويزن عندنا فيوميجين الكونتاكت بويزنينج عندنا ناتشرال سينثيتيك والسينثيتيك كل وحده بس تحفظوا كم مثال اورجانو كلورين اورجانو فوسفورس والكربونيت وايضا سينثيتيك بريثرويد وايضا عندنا ريبلنت اللي هي الطارد الحشرات اللي هي لايك بنزين بنزونيت هذه كلها بما يخص الكيميكال كنترول اللي هي الانسكتيسايد هسه نجي على البيولوجيكال كنترول اللي هي to minimize environmental pollution with toxic chemical a great emphasis is now being placed on biological control اللي هي the use of larvae porous fish especially Campusia is well known in mosquito control فيستخدمون نوع من أنواع الأسماك حتى يقضون على mosquito اللي هي اسمها larvivorous fish اللي هي Campusia A variety of other biological agents example bacteria, fungi, nematoid, protozoa, viruses are under study of control of insects هذه بعدها under study بس كلش effective هذه البيولوجيكال كنترول لأنه راح تكون كلش أقل خطورة على environment. But the fear exists that the introduction of biological agents may pose a direct hazard to the health of man himself يعني
ماكو شيء ما له ايجابيات و سايد افكت. فهون واحدة من السايد افكت اللي هي ايضا راح تمتلك دايركت هازارد تو هيلث اوف مان هيمسلف، انه هي همين بيولوجيكال ايجنت فاحتمال همين تاثر على الانسان. هذه بما يخص البيولوجيكال. النقطه الرابعه والاخيره اللي هي الجينيتيك كنترول. Much progress has taken place in recent years in the theoretical and applied aspect of genetic control of anthropes, اللي هي techniques such as sterile male technique, cytoplasm incompatibility and chromosomal translocation has been found to be effective in small field trials. Newer methods اللي هي new and innovative methods are being sought for insect control اللي هي insect growth regulators, chemosterilin, sex attractant phenomenon. أيضا هذه هي ال newly method اللي نطمح أنها حتكون موجودة اللي هي insect growth regulators, chemosterilin, sex attractant pheromones. هذه هي الطرق الجديدة اللي نطمح انه راح نسيطر على انسكت من خلالها. هذه كلها ضمن الجينيتك كنترول. احنا حتى نقضي على الانثروب نحتاج عدة طرق، مو فقط انفايرومنتال او بيولوجيكال او كيميكال او جينيتك. احنا نحتاج شيء اسمه الانتجريتد ابروتش اللي هو نستخدم طريقتين او اكثر حتى نسيطر على الانثروب، اللي هي since no single method for control is likely to provide solution in all situations, the present trend is to adopt integrated approach for vector control combining two or more methods with a view to obtain maximum result with the minimum effort and to avoid the excessive use of any one method. يعني احنا نحتاج نستخدم طريقتين او اكثر حتى نعالج المشكلة أحسن مما نستخدم طريقة واحدة فقط. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء. أي سؤال أو استفسار أنا حاضرة إن شاء الله. شكرا جزيلا عليك.